حنا جينا في مناسبه المولد كنطهروا ولادنا شي 60 بينا اللي جينا نطهروا. جمعيه بنسيسات مسكينه هي اللي تكلفت بالطهاره ديالهم، والله يجازيهم بالخير، والله يكثر بهم الامثال بحالهم يا ربي يا الحبيب، والله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بالخير، وشكرا بزاف 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 على كل شيء، اللي المجهودات اللي عملوا معنا، كيوقفوا معنا بزاف ديال الحاجات في الطهاره، في المولد، في الاعياد، في كل شيء، الله يجازيهم بالخير، والله يكثر خيرهم، والله يكثر من مثالهم. شكرا هاد الجمعيه هذه اللي طهرتنا العواول ديالنا الوليدات الصغار، وبكل الناس تعاملوا معنا احسن تعامل، كنشكرهم بزاف و الله يكثر خيره. كلفونا بالتحاليل و بالطهاره وكل شيء. الحمد لله كتوقف مع الدراويش في اي مناسبه، واخا ماشي مناسبه المولد، كتوقف مع الناس في الماط في اي حاجه، الله يجازيهم بخير، الله يطول من الاعمار اللي خطيهم الدراويش بالتحاليل ديالهم باي حاجه ديالهم، الحمد لله تكلفوا بهم، الله يجازيهم بخير. هذه الجمعيه دائما واقفه مع الدراويش. بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف، جمعيه برنسيسات كتنظم هذا الحفل الخيري اللي استفدوا منه 60 ديال الاسر المعويزه، والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. وكنشكر الاخت بوتينه بزاف والاخت كريمه اللي طول العام خدامين، ماشي غير في عيد المولد النبوي، يعني الناس كيحتاجوا العمليات ولا في السراء والضراء معاهم، لا في الأوج معاهم في جميع الأعياد، في جميع المناسبات، لا في قفاد رمضان ولا في العيد الصغير ولا في الأعياد ولا في جميع المناسبات مع الناس قلبا وقالبا. وعاد الحمد لله يا ربي، يلاه شي جوج أسابيع كنا صيفطنا قافلة الحوز، ومؤخرا الأسبوع اللي فات عاود صيفطنا قافلة أخرى نظمناها، والحمد لله يا ربي كلشي دايز بخير. ودابا حنايا في الحفل المولد النبوي الشريف، حنايا عاود كندوزو الأسر المعويزه.